بابيتان لاقة. بتفكري في اللي بفكر فيه؟ يلا. دوسي فرامل. حبيبتي احنا اغنياء، الشغل بيكبر. بابا ده احسن محل في الدنيا، محل بابا. يلا نصرف كل الفلوس اللي معانا على مضادات التوتر. ايه؟ ده جميل. ده رائع. ماما، بابا، انا هشتري كل ده. خد كل اللي انت عايزه. انا جولي. انا اسفه جدا. جولي، يلا نبدل شغلنا. ممكن تنظفي الأرفف وأنا هقرا المجلة ورا مكنة الفلوس. ده مش عادل خالص. أنا عايز أشتري بابت دي. طيب أهلا، إيه الأخبار؟ أنا كويس، إنتي إيه أخبارك؟ إيه؟ دي بتغازل الشاب. نانسي، أنا لازم أعلمك درس. مفاجأة بوب تيوب صغيرة. نانسي، انفخي في البوب تيوب. إيه؟ أوبس، ما كانش قصدي، أسفة. إيه يا صاحبي؟ شبح! جولي، حطي بوبي دي كلها على الأرفف. طبعاً. جولي، أنتِ بتعملي إيه؟ دي لايك؟ اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتنا. آرتشي حبيبي، أنا كنت بحلم بيك طول اليوم. أوبس، دي كانت حادثة. أنا هسمي اللعبة دي مكعب آرتشي. صباح الخير يا ولاد، ارفعوني فوق. أنا هشتري كل مضادات التوتر. استني ثانية. حبيتهم يا ولاد. البيت. فلوس كتير. شيلي ايدك. انا زهقت يا ولاد. فكروا في حاجة. حبيبتي انا هساعدك، انت لطيف جدا. انتي، انا هشتريكي. انا؟ ليه؟ حجر ورقة مقص. في اضافة جديدة لعيلتنا. ايه الكابوس ده؟ لا نانسي، انتي سامعيني؟ سامعاكي. الاتصال كويس. اوبس، التليفون بوب تيوب بتاعنا. يلا نشوف ايه اللي بيحصل هناك. فين الموظفين؟ هو المحل ده اصلا مفتوح؟ واو، ايه الطابور ده كله؟ وكلهم غضبانين. انا جات لي فكره اوبشن جديد للعملاء، خدمه البوب تيوب. انت عايزه ايه؟ بابيت، بابيت، اتفضلي اهو. سكويشي علشاني. سكويشي، برافو يا أختي. حبيبي، حبيبتي، الثنائي السعيد مش شايفين أي حاجة. محل بابت بيتحرق. انقذوا مضادات التوتر. الكل يسيب المبنى. أعتقد إن في حاجة بتتحرق. أنا بحبك يا حبيبتي. لا، أنا اللي بحبك يا حبيبي، وأنا بحب الفلوس. جولي، احنا بنتسرق.
بسرعة، جهز الفخ. نانسي، أهي البوب تيوب. مسكتك يا لص. ألو، البوليس، ساعدونا، إحنا عندنا لص هنا. أنت كعبلت في مضاد التوتر يا صاحبي. برافو عليكم يا بنات. هاي فايف يا نانسي، امسكي. آه، سلينكي. بوب تيوب. أوه لا. أوه أيوة، دي بتاعتي. خلاص مش بتاعتك، هاتيها. أنتي كسرتي بوب تيوب بتاعي. يا بنات، ليه بتتخانقوا على اللعب؟ سكويشي بتاعي. اهو مضاد التوتر الحقيقي بتاع كبار. ايه ده؟ شطرنج؟ اوتش، ده ناشف ومش مطاط. ده مش مضاد التوتر خالص. اوه بريندا، انا بحبك. بوب تيوب الحب، وصل الجواب بتاعي. شكرا انك اشتريت مننا، تعالى تاني. اه ايه ده؟ رسالة حب؟ ده لطيف، دي علشاني؟ اهو ردي سموتش. اه قبلة جميلة، شكرا يا بريندا. اه حب في كل مكان. مساء الخير، اقدر ازاي اساعدك؟ انا عايزة اختار مضاد للتوتر، تسمحولي؟ عايزة اتفرج. دول واقفين في طريقي. استني، لا احنا عايزين حاجة تانية. تعالي. ايه؟ هو في اتنين منهم؟ انا شفتهم هنا، دول هما تاني. انتي اتخلصي من طيور الحب دول. انا اسفة على الازعاج. احنا هناخد دي، اتفضلي الفلوس. شكرا بيبي، يلا نخرج في ميعاد. يا ريت. اه رومانسي جدا. الطلب بتاعكم. اهلنا اللي بيحبوا بعض مش ملاحظين حاجه. احنا ممكن نبوظ الميعاد بتاعهم. هنقدم لهم سكويشي بدل الاكل. وكاسين سلايم بدل العصير. ده الأكل بتاعنا. إيه ده؟ ده مضاد للتوتر ما يتاكلش. أنا عارفة، دي حاجة هايلة. مشروبات مضادة للتوتر، هناخد اتنين. فكرة هايلة، أنا عارفة صح؟ أنا ذكية جدا. نانسي اصحي، في ايه؟ احنا اتحبسنا في المحل. اوه لا، اوه لا، احنا هنموت من جوع. شوفي لقيت ايه؟ يلا نطبخ مضاد التوتر ده. يا بنات بلاش. هاي بابا. هم
آسفة يا حبيبي، لازم أرد على المكالمة دي. بابا لطيفة قوي، ممكن آخد القلب ده؟ أكيد. إيه؟ آرشي إدى القلب لحد تاني غيري؟ مش قادرة أصدق. لأ، مش زي ما أنتي فاكرة. لازم نساعد أهلنا يتصالحوا. عملية الوقوع والخطوبة. يا خاتم، يلا. بيبي، تقبلي تتجوزيني؟ أيوة، طبعاً. الحب انتصر. اكتبوا لنا في التعليقات إذا كنتوا تحبوا تشوفوا زفاف آرشي وبريندا المضاد للتوتر. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس. ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة المضحكة من تروم تروم.